السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان من الهيئة الطلابية في غازيانتاب. بهذا الفيديو رح نحكي فيه عن سيستم الطلاب الجامعيين اللي مقيدين في جامعة غازيانتاب، يعني سيستم الطالب الخاص اورنجي بلجي سيستم. طبعا اول شيء مكان الكولانجي اظن نحط رقمنا الجامعي، مكان الشيفرة طبعا احنا بناخذها اول مرة من الجامعة وبعدين بامكاننا نغيرها، بعدين بنحط العملية الحسابية اللي امامي، بعدين نعطي جريش. طبعا هلا هون رح تظهر معلوماتي بالسيستم. هلا اول شيء هون اكتيف دونيم، اني انا باي عام النشاط 2018-2019 بهار، يعني القسم الفصل الاول. طبعا اول شيء بيكتبنا اسم الكليه، بعدين سلاش اسم التخصص تحت منه بيكتبنا اي عام دراسي نحن، بيكتبنا نحن باي سنه دراسيه، اولى ثانيه ثالثه رابعه الى اخره. بعدين دانشمان بالجلاله، هذا اللي مسؤول عندي اذا صار عندي مشكله بتنزيل دروسه الى اخره، بامكاني يتواصل مع الدانشمان تبعي. كمان دورولاري هون كرمال الاخبار اللي بتصير بالسيستم، تصني هون الرسائل بامكاني قراءتها. بعدين هون اخر شيء اورتمان الماني مسجلر، هون رسائل الدكاترة إذا ممكن الدكتور ببعث رسالة للطالب إلى آخره، هون بنلاقيها موجودة. وهون على زاوية اليمين بنلاقي رقمنا الجامعي، اسمنا الكامل، الكلية والتخصص والبروفايل والتشيكيشي اللي هو الخروج، وهون صورتنا الشخصية. طبعا على جهة اليسار رح يكون في عدة معلومات مهمة. طبعا هون اجلوك بالجلرة، هون معلوماتنا الاساسية، بندخل هون العنوان والبوسطة كدو تبع غازيانتاب والمدينة والإلتشا ورقم الهاتف. هلا هون قسم هذا كتير مهم وهو رقم الهاتف بالاضافة للايميل، ورح يتم استخدامهم كرمال اذا الجامعة رح تبعتنا رسالة او اي شيء. احيانا الجامعات ترسل كخبر او كشيء، ممكن تبعتنا على رقم الهاتف مباشرة. وهون الايميل مهم جدا، اذا نسينا كلمة السر تبع حسابنا لازم نعبيها، يعني هون بهذا القسم اهم شيء نحن نعبي رقم الهاتف بالاضافة للايميل، وبعدين نعطي كايت انه حفظ البيانات. بعدين هلا هون اكاديميك داكومنت، هلا في ملاحظة كتير مهمة انه ممكن المعلومات تظهر من تختلف من فرع لفرع، تمام؟ يعني مثلا طلاب الإدارة مثلا برنامج الدروس ما بيكون عندهم ظاهر لا سبيل المثال. طبعا بعض الطلاب بيكون موجود مثلا موجود عندهم البرنامج. هلا من هون اكاديميك تاكونا هون بناخذ التقويم تبع الجامعه تبع السنه. طبعا الميزه ممكن تكون متاحه ممكن ما تكون متاحه، ولكن انه موجوده هون. دانشمان بالجليره، معلومات الدانشمان اذا بدنا نتواصل معه، رقم الهاتف، رقم الهاتف تبعه، بعض الاحيان بيحطوا كمان ايميله. في كمان هون عنا سناو تاكونا، التقويم تبع السنه يعني تاريخ الامتحان، تختلف من افرع لافرع، افرع لافرع، منهم بيحطوا ومنهم ما بيحطوا. عندنا درس بروجرام اللي هو برنامج دروسنا، كمان بيختلف من فرع لفرع، تمام. هون الاخبار كمان بالنسبه للاستاج بالجلرة كمان بتختلف من فرع لفرع، ممكن يكون مكتوب ممكن لا. هون بالنسبة لهارجة بالجلاري التكاليف وكذا، اذا مترتب على الطالب شيء ولا لا، انه مثلا قيمة لازم تدفع او هيك، تمام. كمان هون ببين كل شيء. هلا مثلا هذا الطالب مثلا هون شو دافع 252 ليرة، واللي هي طبعا اجور الياس وكله، طبعا بتختلف من فرع لفرع. وهون اذا كان في على الطالب شيء اجور. هلا هاي كلياتها بالقسم الاول جنال اشلملر. هلا القسم المهم واللي هو درس بادونيم اشلملر، اهم شيء بهمنا اللي هو تقييد الدروس واللي هو درس كايب واللي هو تنزيل الدروس. يعني لما بيبدا العام الدراسي الفصل الاول او الفصل الثاني بندخل
لهون حتى نشوف دروسنا اللي رح نختارها. طبعا هلا حاليا ما رح يظهر معلومات، ولكن لما بيفتح السيستم تنزيل المواد هون رح يكون في معلوماتنا للمواد. الشيء الثاني بتقول لما قايد التسجيل على الامتحان التكميلي من هون. طبعا السيستم هو مجددينه لهيك المعلومات فيه كتير داخلة في بعضها، وفي كتير من الاشياء غير مفعلة. هلا مثل الاشياء المفعلة واللي هي نوت للاستسلام اللي هو العلامات تبعتي انا بالامتحانات، بدخل عليه تمام بختار مثلا اذا كان الطالب سنة اولى تانية تالتة حسب شو بدي طالع مواد. لنفترض انا بدي طالع مواد السنة الاولى تمام، ندخل لهون طبعا من هون بختار المواد. هون اسماء المادة والكود تبع المادة، وهون مكتوب لي الفينال الفيزا الفينال والبرتولما، وهون العلامات تبعتها بتكون مكتوبة. بعدين هون الأورطولما بكتب لي اياها تبعتي. بعدين هون النوت حرف نو دي دي جي جي اف الى اخره، وهون بيكتب لي جيتشت او كالد انه نجحت الماده او رسبت الماده. طبعا من هون بتابع علاماتي اول باول حسب شو بتنزل وحسب العام الدراسي اللي انا فيه تمام. من هون هلا من بعد هيك بنروح ندخل على ترانسكريبت واللي هو كشف العلامات تمام. بامكاننا ندخل من هذا الخيار بنشوف امامنا كشف العلامات تمام. طبعا الاشياء اللي باللون الاحمر هي المواد اللي نحن راسبين فيها، واللون الاسود هي المواد اللي نحن ناجحين فيها. طبعا هون كل المعلومات وكل المواد اللي اخذينها بالياظو كله وجميع المعلومات بتظهر امامنا هون تمام. نرجع كمان لهذا القسم كمان بالنسبة للدوام سيزلت كمان هون ببين معكم حسب اذا كان مفعل ولا لا. هلا بعد هيك فروم مش لمرر هذا ما بيهمنا. بعد هيك عنا يوكسس بالجلر واللي هو هذا كمان مهم، واللي هو المعلومات تبعتنا المقيدة بالتعليم العالي اليوكسس تمام. هون بنشوف معلوماتنا وقيدنا بالتعليم العالي في اليوكسس. بعد هيك هاظر لك شلملرم كمان هون ما بتهمني كتير. هلا اخر قسم كولانجي شلملرم قالان مسجلر، هي اذا اجتنا رسائل بنقرأها من هون قندرلان مسجلرم. هون اذا بننشر رسالة للدانشمان تبعنا او للاستاذ تبعنا وكذا بامكان من هون انشاء رسالة. ايش في كمان عنا؟ عنا بلقى طلبة. طبعا حديثا الجامعة فعلت ميزة انه بامكان الحصول على اورانجي بلجس وترانسكريبت من خلال الجامعة، ويكون الكترونيك امضاء له انه توقيع الكتروني. بنكتب هون طلب اذا قرم اضر انه لمين بدك تعطي الورقة الشركة والى اخره والسبب ونوعه تمام امضاء له، وهون اورانجي بلجس او ترانسكريبت تعطي انشاء الرسالة الطلب. وبعد فترة هو بينزل الطلب وتعطي جستر بتنزل عندك الوثيقة. هلا شيفر ديشتر واللي هو تغيير كلمة السر لحسابنا بالاوتوماسيون. هون نحط كلمة السر القديمة، كلمة السر الجديدة، كررها مرة تانية، نعطي هون صح وبعدين موافق. واخر خيار واللي هو تبديل الصورة الشخصية للسيستم، ندخل على اخر خيار نعطي هون اختيار ملف، بنحمل الصوره نعطي يوكلا. بعد عده ايام طلب ادل عن فاتوره بان اونلايند انه تم الموافقه على الصوره. هي جميع المعلومات اللي حبينا نوصلكم اياها، ان شاء الله بكون استفدتوا. وطبعا بعض المعلومات ممكن تظهر، انه بعض الميزات ممكن تظهر عند بعض الافرع وبعض الافرع ممكن ما تظهر، ولكن هاي المعلومات اللي ممكن انتم تستفيدوا منها. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وكان معكم علي النبهان.